السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة حضرموت الفضائية، والبداية بأبرز العناوين. العالمين ناقشوا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفيرة الألمانية التدخلات الأوروبية المطلوبة في اليمن. وزير الإعلام يزور مؤسسة حضرموت للثقافة والصحفي الشاحت والشاعر باوزير. وحافظ حضرموت يدشن مخيما لجراحة الأنف والأذن والحنجرة بالمكلا. ليلة فنية من ألحان الزمن الجميل في مدينة المكلا. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جبرائيل فينالس والسفير الألماني هوبرت جيجر التدخلات الأوروبية الإنسانية والإنمائية المطلوبة في اليمن، وتطرق اللقاء إلى المستجدات المحلية وتطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. استعرض العالمي مستجدات الأوضاع الوطنية بما في ذلك تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي اليمنية وهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري والتجارة العالمية، مؤكدا أهمية العمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار حظر الأسلحة الإيرانية وتفعيل آليات الرقابة الأممية. وفي سياق آخر، بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن شاو تشينغ العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمع العليمي من القائم بالأعمال الصيني إلى عرض بشأن تدخلات بلاده الإنسانية والإنمائية خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن جهود بكين الحميدة من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين اليمن والصين والموقف الصيني الثابت إلى جانب الشعب اليمني. زار وزير الإعلام والسياحة والثقافة معمر الإرياني بمعية مدير الثقافة بساحل حضرموت عبير الحضرمي مؤسسة حضرموت للثقافة في مدينة المكلا، وأشاد الإرياني بإسهامات مؤسسة حضرموت للثقافة في الجانب الثقافي وإبرازه للمجتمع، مشيدا بالجهود التي تبذلها المؤسسة بقيادة رئيس مجلس الأمناء المهندس عبد الله بقشان ودعمه للثقافة في حضرموت. كما زار الوزير الإرياني منزل الصحفي سالم الشاحت للاطمئنان على صحته بعد خضوعه للعلاج خارج البلاد، مشيدا بجهود وكتابات الشاحت في المجال الإعلامي. وفي السياق نفسه، قام وزير الإعلام بزيارة إلى منزل الشاعر صالح باوزير، مشيدا بقصيدة الشاعر التي حوت أبياتا تجسد عمق العلاقة بين بلادنا والمملكة العربية السعودية. نظم مكتب الثقافة بساحل حضرموت حفلا تكريميا للفنان الراحل كرامة سعيد مرسال بمناسبة مرور 11 عاما على وفاته. وأشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني للدور الذي اطلع به الفنان الراحل كرامة مرسال خلال مشوار حياته الفني الممتد لأكثر من نصف قرن من الزمن، وألقيت في الحفل كلمتان عن أسرة الفقيد ألقاها نجله صبري كرامة مرسال، وعن فناني حضرموت ألقاها الفنان محمد بن حميد. وتخلل الحفل أربع وصلات غنائية من الأغاني التي أبدع في أدائها الراحل كرامة مرسال. دشن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بمستشفى ابن سينا بالمكلا المخيم الطبي التطوعي الثاني لجراحة الأنف والأذن والحنجرة وأورام الرأس والرقبة الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. اطلع المحافظ على إجراءات بدء انطلاق المخيم بإجراء التدخلات الجراحية لأكثر من 300 مريض يستهدفهم المخيم بعد إجراء المعاينات خلال اليومين الماضيين لأكثر من 1000 حالة تم تسجيلها منذ مطلع شهر يوليو الجارية. وثمن بن ماضي تدخلات مركز الملك سلمان في مختلف القطاعات الطبية والإنسانية،
مشيدا بنتائج سلسلة البعثات والمخيمات الطبية التي ينظمها المركز في حضرموت. ناقش محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بمدينة المكلا مع وفد منظمة العون المباشر الكويتية الترتيبات لافتتاح مكتب للمنظمة في المكلا، وبحث اللقاء جوانب الاحتياج والتدخل لإقامة مشاريع ومنشآت صحية وتربوية إلى جانب التدخلات في مختلف القطاعات على مستوى حضرموت. وأشاد بن ماضي بتدخلات دولة الكويت في عدد من المجالات بالمحافظة، مثمنا جهود المنظمة في مختلف المجالات. ناقش اجتماع عقد برئاسة وكيل وادي وصحراء حضرموت عامر العامري الإجراءات الكفيلة بتحسين الأداء الأمني بمطار سيئون الدولي، وأكد الاجتماع ضرورة مراجعة تقييم اللجان والخبراء والسعي لتطوير العمل الأمني بالمطار وتأهيل ورفع قدرات الكادر العامل في المطار. ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة في اجتماعها برئاسة المحافظ عوض بن الوزير عددا من التقارير المرتبطة بعمل أجهزتها الأمنية والعسكرية، وأكدت اللجنة الأمنية أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والمضي قدما في تعزيز حالة الأمن والاستقرار. أشارت إلى مستوى ضبط عدد من الجرائم الجسيمة بالمحافظة والقبض على مرتكبي البعض منها وسرعة إحالة ملفاتهم الجنائية للنيابة العامة للشروع في محاكمتهم ونيلهم الجزاء القانوني، ونوهت بالجهود التي يبذلها رجال الأمن والجيش في سبيل تكريس سلطة النظام والقانون والضرب بيد من حديد لكل من يحاول التطاول عليها أو العبث بها. جرت بمدينة سيئون مناقشة علنية لأول رسالة دكتوراه في جامعة سيئون في أول خطوة تخطوها الجامعة في برامج الدراسات العليا. وجرت المناقشة العلنية للطالبة فاطمة السقاف في رسالتها الموسومة بعنوان من اللسان إلى الكلام دراسة في لسانيات دو سويسر في ضوء مخطوطته الجديدة وتجلياتها في علوم اللغة العربية. وعبر رئيس جامعة سيئون محمد الكثيري عن سعادته بهذا الإنجاز العلمي بمناقشة أول رسالة علمية وبحثية لفتاة حضرمية تنال درجة الدكتوراه في جامعة سيئون، مشيرا إلى أن جامعة سيئون تفتح الباب لدراسة الفتاة الحضرمية وإتاحت لها الفرصة لاستكمال تعليمها العالي. أقامت مؤسسة حضرموت للثقافة في مدينة المكلا مهرجان ألحان الزمن الجميل بقيادة المايسترو محمود الهندي، وشمل المهرجان عدد من المقطوعات والألحان الموسيقية القديمة ممزوجة بموسيقى عصرية لإحياء التراث الحضرمي. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير الآتي. صمت الجميع وعلى صوت الكمان والعود بألحانه العذبة، ارتفعت الأصوات لكن المزمار كان الأكثر حضورا. انطفأت الأضواء البيضاء فصارت ألوان الموسيقى سيدة المشهد. يد محمود كانت النوتة هنا، فبها بدأ مع جيشه حرب الموسيقى، والضحية جمهورا محبا عادت ذاكرته إلى ألحان الزمن الجميل. ليلة فنية عذبة على خشبة المسرح الوطني في مدينة المكلا بقيادة المايسترو محمود الهندي. مهرجان ألحان الزمن الجميل وهو أحد مشاريع قسم الموسيقى في مؤسسة حضرموت للثقافة، وهو نقدر نقول نمط، يعني شفنا اليوم الحقيقة إبهار بنوع آخر، حفلة مختلفة ونوعية حملت العديد من الألوان الموسيقية، وكانت أيضا نقدر نقول قريبة من الحضور بشكل جدا كبير. الحفلة هذه قدمنا فيها 6 مقطوعات منوعة بين الإنشاد الديني، بين الطرب الغزلي، بين الطرب الشرحي الحركي، أيضا بين الأهازيج الشعبية التي تتميز بالحكم، ونوعنا من خلال الكلمات الغزلية اللي فيها حكم، اللي فيها الدعاء الروحانية، الحث على الطاعة. نوعنا فيها في الإيقاعات،
في الألحان، الإيقاعات المنوعة، وأيضا أبرزنا بعض الرقصات. لوهلة عادت بنا عجلة الزمن إلى الوراء على ألحان أوتار الزمن الجميل في مهرجان فني واستعراضي يمزج بين ألحان الماضي والموسيقى العصرية لإبراز تراث الفن الحضرمي الأصيل. سعيدة جدا بتواجدي بهذا الحدث العظيم. صراحة الأمانة يعني الفن الحضرمي مش غريب أنه يعني ولا جديد أنه الفن الحضرمي فن عالمي، فسعيدة جدا بتواجد اليوم وسماع مقطوعات جميلة ورائعة بطابع جديد. طبعا يعطيكم العافية على هذه الأمسية الجميلة، احنا ترى من دولة الكويت وجايينكم على أساس هذه الأمسية. ما شاء الله أبدعوا الفرقة والمجموعة كانت وايد طيبة وايد حلوة، وإحنا يعني استمتعنا بهذا العرض الموسيقي الجميل. الحفل أحيته مؤسسة حضرموت للثقافة بمشاركة أكثر من 40 عازفا قدموا مجموعة من القطع الكلاسيكية والتقليدية حازت على إعجاب الجمهور والزائرين من الخارج. مصطفى باحكم لقناة حضرموت من مدينة المكلا. ختام النشرة، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. العالمي يناقش مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفيرة الألمانية التدخلات الأوروبية المطلوبة في اليمن. وزير الإعلام يزور مؤسسة حضرموت للثقافة والصحفي الشاحت والشاعر باوزير. حافظ حضرموت يدشين مخيما لجراحة الأنف والأذن والحنجرة بالمكلا. ليلة فنية من ألحان الزمن الجميل في مدينة المكلا. سادة وسيدات، وصلت وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تيفي. دمتم في أمان الله.